محافظة نينوى في سنجار العزيزة، سنجار والقرى المحيطة بها، سنجار الوجع، سنجار الألم، سنجار اللي مطلوب عندنا شلون نحولها إلى تجربة نجاح وتجربة فرح ونتحرر من أوجاعنا. هذه الأرض يجب أن نعترف أنها أرض طاهرة مقدسة، مقدسة لأنها نزفت دماء أبنائنا، بناتنا، شبابنا، شيوخنا على يد خوارج العصر، خوارج العصر الجماعات الإرهابية التي سرقت وخطفت عنوان الدين والدين منها برا. في هذا المجلس اليوم شوف مشايخ ولشوف سادة ولشوف شوف عشائر ولشوف عرب ولشوف كرد ولشوف يزيديين، هذا التنوع يجب أن يكون تنوع عنصر قوة. هذا هو العراق الحقيقي، عراق يجمع الجميع. نعم سنجار كانت وجع كبير، لكن سنجار نجحت بأن وحدت العراقيين، فالعراقيين توحدوا في سنجار. ولهذا في الطريق كنا نشوف صور أبطالنا، فخرنا من شهدانا من كافة الصنوف، الجيش العراقي، الحج الشعبي، والباشمركة، وقواتنا الأمنية، كلها قاتلت من أجل تحرير هذه البقعة الشريفة من أرض العراق الطاهرة، أرض الأنبياء والتاريخ والمثقفين والعلماء. أن تكون هذه الحكومة حكومة أفعال وليس حكومة كلام، ولهذا السبب وعدت وجهاء سنجار في أقرب فرصة تزور المنطقة، واليوم الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى أعطاني القوة بأن أوفي بما وعد بي، أن أزور أتحسس بآلامكم بأوجاعكم وأشوف احتياجاتكم ونتعاون سوية لبناء هذه المنطقة المنكوبة. اليوم موجود بناتكم لكي نعمل سوية لإعادة الحياة والبناء لهذه المنطقة. بدون التعاون والتكاتف فيما بعضنا لا نستطيع أن نبني شبر واحد، وعليه احنا في مس الحاجة الى التعاون والألفة.